عبارة عن هيوميك أسيد معزز امتصاص العناصر الغذائية، وأيضا موجود المخلط العماني واللي هو الكبريت الزراعي بنسبة 88% حتى يحسن من بيئة التربة، وأيضا يعزز من وجود العناصر الغذائية برز الكبريت والنحاس والمنجنيز. وأيضا عندنا الأمبيكي اللي هو عبارة عن 15-15-15 مع العناصر الصغرى اللي هو اللون الأخضر هذا، حتى أنه يعزز من وجود العناصر الأساسية للتربة. فاللي راح نعمله هو إضافة 300 جرام، كل كوب يحتوي على تقريبا على 100 جرام. ال 100 جرام الأولى راح تكون في القاع، ال 100 جرام الثانية راح تكون في المنتصف، وال 100 جرام الأخيرة راح تكون في الجهة العلوية مخلوطة مع الجبس الزراعي. بسم الله وعلى بركة الله، طبعا الدعاء مهم. هذا المنتصف، الحين نضيف 100 جرام الثانية، نفس التربة اللي نحن حفرناها سابقا، لأنه هذه التربة هي اللي تحتوي على 4 كيلو، سبق وضعنا 4 كيلو في هذا المكان، فما راح نستخدم التربة أخرى. طلعنا في السيارة الجبس الزراعي براحة اليد، مكان أبعد شوية عن الشتل حتى ما نأثر عليها. 100 جرام الأخيرة، هذا 100 جرام الأولى وهذه الثانية، تقريبا 300 جرام تكفي في المرحلة الأولى.